ثلاث مدن بالبلاد للمطالبة بتقديم من وصفوهم بقتلة المتظاهرين إلى محاكمة عادلة وتجريد الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الحصانة. ويتزامن ذلك مع إعلان المعارضة اليمنية تمسكها بهيكل الجيش والأمن وابتعاد الرئيس السابق عن ممارسة العمل السياسي قبل أي حوار وطني باعتباره شرطا رئيسا لاستكمال التسوية السياسية. أمر وزير الدفاع الياباني بنشر نظام دفاع مضاد للصواريخ.